عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، يخصص المجلس هذه الجلسة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة حول موضوع حصيرة الحكومة في السياسة الاجتماعية. ترى السادة رؤساء الفروق ومنسق المجموعات بالتوقيت المخصص لهم للسؤال والتعقيب خلال هذه الجلسة، كما التوافق عليه في اجتماع ندوة الرؤساء يوم الاثنين 30 نوفمبر. السيد رئيس الحكومة 75 دقيقة، مجلس المستشارين 75 دقيقة موزعة كالتالي: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية 15 دقيقة، فريق الأصالة والمعاصرة 14 دقيقة، فريق العدالة والتنمية 9 دقائق، الفريق الحراكي 7 دقائق، فريق التجمع الوطني الأحرار 6 دقائق، فريق الاتحاد العام لمقاولة المغرب 5 دقائق، الفريق الاشتراكي 4 دقائق، فريق الاتحاد المغربي للشغل 4 دقائق، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي 4 دقائق، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 3 دقائق، مجموعة العمل التقدمي 3 دقائق. شكرا سيد رئيس. نفتح الآن باب التدخلات في المحور المبرمج لهذه الجلسة. آخر سؤال في البرنامج لمجموعة العمل التقدمي، تفضل السيد مستشار. شكرا سيد رئيس. السيد رئيس الحكومة، نعلم جيدا المجهودات الجبارة التي قمتم بها مع حكومتكم في القيام بعدد منجزات في المجال الاجتماعي. نريد منكم أولا أن تتحدثوا معنا حول إنجازات اجتماعية نوعية التي قمتم بها وبدقة. ثانيا، مدى نجاعتها ومدى تأثيرها ووصول إلى أهدافها بشكل إيجابي. ثالثا، ما هي الإكراهات والصعوبات التي تجدونها في طريقكم ونوعها وطبيعتها؟ وشكرا. شكرا، الكلمة لكم الآن سيد رئيس الحكومة للإجابة على أسئلة السادة المستشارين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أود بداية بمناسبة عقد الجلسة الأولى الخاصة بأسئلة السياسة العامة بعد تجديد انتخاب أعضاء الغرفة الثانية أن أهنئ السيدات والسادة المستشارين متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهامهم، كما أرجو من الله تعالى أن يوفقنا لنعمل سويا من أجل صالح بلادنا، وأن نجعل من الجلسات المخصصة للجواب على أسئلة السياسة العامة لحظة دستورية متميزة من أجل النقاش البناء ولتنوير عموم المواطنين وتقريبهم من الشأن العام وهموم تدبيره. كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلسكم الموقر على اختيار هذا الموضوع المهم الذي يسائل حصيلة الحكومة في المجال الاجتماعي. وكما لا يخفى عليكم فإنه لا يمكن تناول حصيلة السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي بمعزل عن الجانب الاقتصادي، والسياسة الحكومية ذات الصلة. وبهذا الخصوص فقد أكدت في أكثر من مناسبة أن أولويات الحكومة ترتكز على استعادة عافية المؤشرات الاقتصادية الحيوية وتسهيل الاستثمار والمقاولة وتعزيز التوازنات الاجتماعية بالاهتمام بالفئات الهشة على الخصوص. ثلاثة ديال القناعات منذ أن عيني جلالة الملك كانت خلاصة ما أواجه به زواري حين يقولون ما هي أولوياتك. الأولى ونقبل كل شيء الاستعادة ديال التوازنات، لأنه إذا ما استعدناش التوازنات الاقتصادية ما نقدر نعملوا حتى شي حاجة، غنبقاو غير في التدبير ما نحن مضطرون لتدبيره. المسألة الثانية هي تيسير الأمر بالنسبة للمقاولة، لأنه قبل توزيع الثروة يجب إنتاجها. والمسألة الثالثة هي الاهتمام بالفئات الهشة التي كانت عادة تترك لنفسها. ومن أجل وضع الحصيلة الاجتماعية في سياقها وتقييم المجهودات المبذولة والإكراهات المطروحة، فإنني سأستعرض الوضعية العامة التي دخلت عليها التي دخلت عليها هذه الحكومة في بداية ولايتها، قبل التطرق إلى المنجزات والتحديات التي لا تزال مطروحة.
سيد رئيس، لا يخفى عليكم أن بلادنا مرت بظرفية اقتصادية ومالية صعبة انعكست على مجمل مؤشرات الاقتصاد الوطني، فقد بلغت نسبة عجز الميزانية سنة 2012 نحو 7.2%، هذا بالحساب ديالنا، أما الحساب ديال صندوق النقد الدولي كانت 7.7%، وانتم واخا جداد ولا قدام غتبداو تعرفوا بلي هذه الأرقام راه هي ثقيلة جدا. ووصلت نسبة عجز ميزان الأداءات 9.5% خلال نفس السنة. أما احتياطي العملة الصعبة فكان دون 4 أشهر، في الحقيقة كان أقرب إلى 3 أشهر منه إلى 4 أشهر من الواردات. وكان أيضا من تبعات هذه الوضعية ارتفاع وتيرة المديونية العمومية، ملي كتنزل 3 شهور كتعتبر خطر. ومما زاد من صعوبة الوضعية وتعقدها ضعف الرؤية بخصوص آفاق الظرفية الاقتصادية الدولية في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات واستمرار الأزمة الاقتصادية لدى شركاء المغرب من جهة والإرث الثقيل الذي شكله تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل الذي حمل التزامات جدا مكلفة. ورغم أن البرامج الاجتماعية هي أول ما يتم تقليصه عادة في ظرفية الأزمة، فإن الحكومة لم تسلك هذا الخيار، بل حافظت على المكتسبات الاجتماعية وعملت على تعزيزها ووفت بالتزاماتها المالية فيما يخص الحوار الاجتماعي، وهو ما كلفها هذا الإخوان النقابيين 13.2 مليار درهم في سنة 2012 بوحدها، وربعة ديال الملاير ديال الدرهم إضافية برسم كل سنة، كل عام كنزيدوا على ديك 13.2 اللي خدمنا النهار الأول 4 ديال الملاير ديال الدرهم باش نوفيو بالالتزامات ديال 26 أبريل. كما اتخذت الحكومة إجراءات مهمة من أجل استعادة عافية المؤشرات الاقتصادية الحيوية، حيث تم تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% في 2015 في أفق بلوغ 3.5%. شحال قلنا في الأول؟ 7.2، وحنا كنجريو هذا العام إن شاء الله باش نوصلوا ل 3.5، وهذا بالمقاييس ديال الاقتصاد الدولي يعتبر إنجاز ما بعده إنجاز. والمغرب اليوم يطرح كنموذج لدولة ناجحة جدا في يعني التحكم في التوازنات الاقتصادية. كما سينتقل عجز ميزان الأداءات من 9.5% المسجلة سنة 2012 إلى أقل من 2.8% نهاية 2015. واستقرت نسبة المديونية هذه السنة في 64% من الناتج الداخلي الخام في أفق بداية تراجعها ابتداء 2016 إن شاء الله. أما احتياطي العملة الصعبة فقد تجاوز 6 أشهر ونصف من الواردات، والإخوان المستشارين كيعرفوا باللي هذه القضية كيحسبوها الاقتصاديين بالنهار، نهار إلى ربحوا كيفرحوا، كتلقى وزير المالية لمشيتي لتونس ولا لدولة أخرى تقول لك عندنا 3 شهور و10 أيام، إلى ولات 11 يوم كيفرح، حنا مرينا من 3 شهور وبضعة أيام إلى 6 أشهر وأيام. كما بذلت الحكومة مجهودات مهمة في اتجاه تحسين مناخ الأعمال، ومنها تبسيط مجموعة من المساطر وإصدار قوانين مهمة مثل القانون المتعلق بمؤسسة الائتمان والقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بارتناريا بيبليك بريفي، والقانون المتعلق بتقديم التسبيقات المالية للمقاولات، والقانون المتعلق برهن الصفقات العمومية ناهيك عن مدونة الصفقات العمومية ومرسوم الضابط العام للبناء. هذه كلها راهي الترجمات بهذاك التحسن الذي ما قاع لتجاوز 20 نقطة من اللي جينا الآن في الدوينغ بيزنس. وقد انعكست هذه الإصلاحات على ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال للبنك الدولي، حيث تحسن ب 22 درجة خلال 4 سنوات الماضية. الحمد لله اليوم ما بقاتش الشهادة كتجيك غير من الداخل، حتى إلا ما نصفوكش الداخل كاين شي وحدين في الخارج كي. وعلى صعيد آخر تم تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني للديكالاج المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة، وقرار إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم البيتوار، هذا راه ملي جيت كرئيس ديال الحكومة ما كنتش كاع كنعرف شكي يعني، وكان رجال الاقتصاد وهما هنا إلا بغاو يشهدوا لا يحلمون به، ولكن الحمد لله اليوم الماكينة تحركات باش كنردوا لهم داك الشيء اللي كان ديال البيتوار اللي كانوا كيتسالوا لا طبيعي وعمرهم ما يحلموا به. وهاد الايامات هذه راه حنا سهلنا
اللوين صيف والسكك الحديديه واللوينه باش يسترجعوا 3.8 ديال المليار ديال الدرهم. وتسريع اداء المتاخرات لفائده المقاولات لدى بعض المؤسسات كالاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين والمكتب الوطني للماء والكهرباء، واداء متاخرات الدوله تجاه شركات المحروقات بعد ان كانت تتجاوز 20 مليار درهم. خصكم تعرفوا باللي ملي جيت كانوا رجال الاعمال ملي تيجلسوا قدامي في اللقاءات كنشوف شي وحدين فيهم ماشي كيبيعوا البترول، بحال لا البترول كيحرقهم، لانه كيتسالوا 500 مليون وزياده ديال الاموال الدوله وما كاينش اللي يخلصهم وما تيغوتوا الله اللي خلقهم. ما بقيتش كنشوفهم كاع. هذه مزيانه في المغاربه الا قضوا حاجتهم ما تعاودش تشوفهم. وكما تعلمون فإن تحسن هذه المؤشرات يستبعد تعزيز ثقة الفاعلين والشركاء في الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحسن عام في أدائه مما ينعكس إيجابا على الجانب الاجتماعي. ورغم ذلك راه ندي درنا غتكون الأمور واضحة، راه الجانب الاجتماعي ما غيتحسن بطريقة حقيقية حتى يتحسن الاقتصاد والاستثمار يعني في مختلف المجالات. مما ينعكس ايجابا على الجانب الاجتماعي، ورغم ذلك فان ثمه اكراهات ماليه واقتصاديه لا تزال قائمه، مما يحتم علينا مزيد من الجهود من اجل التحكم في النفقات العموميه وترشيدها وتحسين نجاعتها، وهذا باقي ما درناش بالشكل المطلوب، ولا اخفيكم ماشي سهل. وتحسين التوازنات الماليه والتنافسيه الاقتصاديه وتحرير الطاقات الاقتصاديه الوطنيه خاصه المقاوله والاستثمار باستكمال الاصلاحات ذات الصله، ومنها هذا الشيء اللي سولوا عليه الاخوه ديال القانون ديال الاضراب. الحمد لله هذه الحكومه كلش داكشي اللي كان كيتسنى هذه 20 سنه و 30 سنه ويمكن حتى من وقت الاستقلال كله الحمد لله جا الوقت ديالو هذه المره. ولكن اللي جاي يتكلم تيقول ما عمرها دارت شي حاجه. مع إيلاء عنايه خاصه لتحسين الوضع الاجتماعي عامه ووضعيه الفئات الضعيفه والمهمشه من المواطنين خاصه. وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال مجموعة من الإجراءات التي سيقف عند بعضها في الحصيلة. سيد الرئيس، لا بد من التذكير بأن الدولة أولت منذ الاستقلال أهمية خاصة للجانب الاجتماعي واتخذت من أجل ذلك إجراءات مهمة، ولما اضطر المغرب إلى اعتماد سياسة التقويم الهيكلي في بداية الثمانينات أثر ذلك مباشرة على القطاعات الاجتماعية، حيث راكمت عجزا كبيرا على مدى عقد التقويم الهيكلي والعقد الذي تلاه بفعل سعي البلاد للتحكم في النفقات وخاصة الموجهة للخدمات الاجتماعية من الصحة والتعليم وغيرهما. وهذا الحمد لله لم نفعله، وقد بذلت بلادنا بعد ذلك مجهودا مهما من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية وخصت لها موارد مهمة، غير أنه يبقى من الصعب الاستجابة لكل حاجيات القطاعات الاجتماعية بفعل تنامي حاجيات المواطن من جهة وتعاظم تحدي تعبئة الموارد الممكنة دون المساس بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية التي يعتبر الحفاظ عليها إحدى مسؤوليات الحكومة الأولى. والواقع أن العبء الملقى على عاتق الحكومة في هذا المجال أضحى أثقل من السابق، اعتبارا لحجم الانتظارات ولكون الدستور الحالي ينص على جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وعموما فإن وضعية القطاعات الاجتماعية في تحسن مستمر رغم أنها لم تصل بعد إلى النتائج المرجوة، فقد استطاعت بلادنا التقدم في تحقيق أهداف الألفية للتنمية، بل وتجاوزت بعض الأهداف المسطرة، إذ وصلت نسبة ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية إلى 85%، وبلغ معدل الربط بالشبكة الكهربائية 99%، وارتفعت نسبة ولوج الساكنة القروية إلى الماء الشروب 95%. راه هذه كانت هذه كلنا كنتذكروا ملي كنا كنمشيو للباديه هذه 20 عام. كان هذا حلم انه الباديه يوصل لها الضوء ويوصل لها حتى الماء. طبعا ماشي بنفس الطريقه اللي كيوصل للمدن ولكن كيوصل الماء ما تيكونش بعيد بزاف ماشي بحال قبل. وقامت الحكومه بمتابعه ونسبه الولوج الى التعليم الابتدائي 99%، مع الاسف ماشي كلهم تيبقاو في المدرسه حتى هذه صحيحه. وقامت الحكومه بمتابعه تنفيذ بعض البرامج المهمة الجارية وبتنزيل برامج أخرى لم تجد من قبل طريقة للتنفيذ. وعلى صعيد الجهود المالي رفعت الحكومة من حجم الاعتمادات الموجهة للقطاعات الاجتماعية رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، إذ دأبت على تخصيص أكثر من نصف اعتمادات الميزانية لهذه القطاعات.
واعتبار لعامل الوقت سأتوقف فقط عند بعض المنجزات والتدابير الجارية تنفيذها في أهم القطاعات الاجتماعية في مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي. إن جهودا كبيرة بذلت خلال السنوات الأخيرة لإصلاحه وتأهيله، فقد خصص للتربية والتكوين 45.9 مليار درهم سنة 2015، وارتفع عدد التلاميذ المتمدرسين بنسبة 4.7%. يعني كان عندنا 6.57 مليون سنة 2012 ديال التلاميذ، دابا عندنا 6.88 مليون برسم الموسم 2015-2016. وارتفع عدد المؤسسات التعليمية من 10,108 ديال المؤسسات ل 10,805 ديال المؤسسات، يعني بزيادة 600 مؤسسة تعليمية. واللي كيعرف شنو هما المؤسسات التعليمية غيعرف شنو هو القيمة ديال هادشي. برسم نفس الفترة منها 54% بالعالم القروي. وعلى صعيد الدعم الاجتماعي تم الرفع من عدد الداخليات من 574 داخلية إلى 832 ما بين 2012 و2015. كل شيء كيعرف بلي واحد الوقت كان التوجه هو الإلغاء ديال الداخليات. كان غادي داك الشيء في اتجاه النقص منها والإلغاء ديالها. اليوم كناخذوا بعين الاعتبار أن كاين مناطق إلا ما درت فيها الداخليات ما غاديش يقرا الدراري وخصوصا الفتيات. وارتفع عدد المستفيدين منها من 45,866 مستفيد إلى 103,871. من 103,871 إلى 149,737 خلال نفس الفترة. ووصل عدد المستفيدين من برنامج تيسير خلال الموسم الجاري، هذا راه كنعطيو للدراري اللي كيجيو يقراو، كنعطيوهم واحد المساعدة 80 درهم و100 درهم و120 درهم إذا كانت المعلومات ديالي دقيقة. خلال الموسم الجاري إلى 828,000 مستفيد من 524,400 أسرة. وارتفع عدد المستفيدين من التربية غير النظامية ب 14.5% مقارنة مع الموسم الماضي ليصل نحو 70,000 مسجل. وفي مجال التكوين المهني تواصلت الجهود الرامية إلى تنويع التكوين وتوسيعه نحو مهن جديدة كالسيارات والطيران والطاقات المتجددة وتقريبه من المستفيدين. وقد بلغ عدد المسجلين التكوين المهني 390,000 برأس 2014-2015، يؤطرهم 19,500 مكون. على كل حال على المستوى ديال القارة الإفريقية الآن أصبح المغرب ولله الحمد يعني منارة، يمكن هو الأول ولا الثاني في التكوين المهني. أما فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي فقد تم رفع الاعتمادات المالية المرصدة له من 8 إلى أكثر من 9.8 مليار ديال الدرهم ما بين 2011 و2016، وخصص له 2100 منصب خلال نفس الفترة إضافية. وتم كذلك رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسة التعليم العالي الجامعي بنحو 35 مقعد ما بين 2012-2013 و2013-2014. كما انتقل عدد المؤسسات الجامعية من 113 إلى 119 مؤسسة ما بين الموسمين 2011-2012 و2015-2016. كما تم تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة من خلال إحداث التغطية الصحية المجانية لفائدتهم. هذه 20 عام وهي كتسنى المناضلين ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب اللي دابا ولاو مستشارين وربما قربوا يتقاعدوا، راه كيعرفوا بلي هذا الطلب ملي كانوا كيقراوا وهما كيغوتوا عليه. الحمد لله اتجهت هذه الحكومة عاد خرجته للوجود. والرفع من مبلغ المنح ومن عدد المستفيدين منها من 182,500 إلى 330,000. ولاد من هذول اللي زدناهم المنح بين 2011-2012 و2016-2015. وقد خصص للمنح برسم الموسم الحالي مبلغ 1.9 مليار درهم. وفي نفس الاتجاه تم رفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية ب 4,974 سرير لتصل إلى 58,976 سرير. ما بقاش الغوات اللي كان كيكون على 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 الأحياء الجامعية، مش لأن كل شيء كيلقى لا، ولكن اللي تعطاتو كيتعرف شكون. ورغم هذه المنجزات فإن القطاع بمختلف مكوناته لا يزال يعاني من عدة مشاكل كالاكتظاظ وتدني مستوى الجودة. ومن أجل تأهيل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي
وفق مقاربة شمولية فإن الحكومة ستقوم بترجمة أهم مضامين رؤية 2015-2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في قانون إطار مع العمل على تنزيله إن شاء الله. أما في مجال الصحة سيد رئيس، لا شك أن قطاع الصحة ما يزال يعاني عجزا راكمه خلال عقود على مستوى المرافق والأطر والخدمات والأدوية والولوجية وغيرها. وقد بادرت الحكومة من أجل تأهيل هذا القطاع إلى وضع استراتيجية جديدة لقطاع الصحة تمتد على الفترة 2012-2016 وترتكز على تحسين الولوج للخدمات الصحية وتعزيز صحة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير آليات الوقاية والسيطرة على الأمراض وتحسين الحكامة وتعميم التغطية الصحية الأساسية وتوفير الأدوية المستلزمة الطبية وتعزيز الإطار القانوني وتوطين الجهوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وموازاة مع ذلك تم رفع الاعتمادة المخصصة لهذا القطاع من 10.89 مليار درهم سنة 2011 إلى 14.28 مليار درهم سنة 2016. هذه راه 3 ديال المليار ديال الدرهم إضافية وأكثر، فماشي سهل اللي زدنا في الميزانية ديال من 2011-2016. وتم تعزيز الموارد البشرية لهذا القطاع حيث استفاد من 13691 منصب مالي خلال الفترة من 2012-2016. كما تم تعميم نظام المساعدة الطبية الذي أعطى انطلاقته الفعلية جلالة الملك في مارس 2012، حيث سجل أكثر من 8.5 مليون مستفيد. شكون اللي طرح هذا السؤال ديال الرمي؟ إلى حد الآن 3.36 مليون أسرة بنسبة تغطية وصلت 99% من إجمالي الفئة المستهدفة. وصحيح من اللي كيمشي شي واحد يدير يطلب بعض المرات شي حاجه بحال سكانير ولا بحال شي 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 شي, شي, شي عمليه جراحيه كيطلب منه بعض المرات وقت كبير، وين كان فرق بين تمشي وتسنى وبين ما يكونش كاع. راه ملي جينا لقينا هذا النظام في ازله بوحده. وعلى مستوى السياسة الدوائية خفضت الحكومة إلى متم شتنبر 2015 أثمنة حوالي 1800 دواء. والله إلا أنا رئيس حكومة وهادشي تبعته حرف بحرف ملي كنبقى نشوف هاد الإنجازات في مختلف القطاعات وفي قطاع الصحة بالخصوص تنقول تبارك الله. أيوا 1800 دواء. كما تم العمل على توفير دواء جنس مقاوم لالتهاب الكبد الفيروسي سي لباتيت سي، كان الثمن ديالو 80 مليون. السيد وزير الصحة تبارك الله عليه مع الناس ديالو انتجوه في المغرب ب 3000 درهم. المواطن باش يتعالج من 80 مليون غيخلص 3000 درهم. غير هذه كان خاص الى جا عندكم لهنا توقفوا تصفقوا عليه طويلا. ها عزيز عليا، صحيح اللي كيخدم عزيز عليا يكون من البيبيس ولا من شي واحد اخر دبر المخ. بعدما كانت تبيعه الشركات الاجنبيه بمليون درهم ويهمها الدواء حوالي 625 الف مواطن مغربي مصاب بهذا المرض. وعلى مستوى تيسير الولوج للعلاج تم اطلاق المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الاستشفائيه وما قبل الاستشفائيه وتفعيل هذا المخطط. إطلاق الرقم الوطني الموحد للمكالمات الطبية الاستعجالية 141. أما كتشعروش باللي كأننا إن شاء الله على الأقل دينا كنشبهوا للدول المتقدمة. عمرو كان هادشي، عمرو كان السيد عيدي تمرض تعيط 141. أيني مشكلة يعني. اقتناء أربع مروحيات هليكوبتر لكل من مراكش وجدة العيون وجهة طنجة تطوان، كانوا قبل لي زيليكوبتر وإني ماشي ديال وزارة الصحة وتيمشيو غير عند فلان وفلان. اليوم تيمشيو يجيبوا المرأة اللي مسكينة كتولد في الدوار ومهددة بالموت، تيمشيو يجيبوا الجثة ديال واحد الإنسان مسكين مات مات في الثلج باش ما ياكلوهش الحيوانات. ولا المواطن المغربي العادي اللي ساكن في الجبل وساكن في الريف وساكن في الدوار وساكن في الباديه حتى هو عنده قيمه وكتحرك الهليكوبتر من اجله. انجاز 60 وحده استشفائيه
والبدء في تشغيلها، إحداث 11 مصلحة جهوية للإسعاف الطبي الاستعجالي السامي، 9 منها مشغلة حاليا، إحداث 15 مصلحة متنقلة للمستعجلات الطبية الاستشفائية، 7 منها مشغلة حاليا، تأهيل ودعم 12 مصلحة للمستعجلات الطبية الاستشفائية، إحداث 40 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، وسيتم إحداث 40 وحدة أخرى، توزيع 330 سيارة إسعاف، 330 مجهزة بإحدى التجهيزات البيوطبية لعدد من الأقاليم والجهات ما بين 2012 و2015، اقتناء مستشفى متنقل تعزيزا للعرض الصحي بالمناطق النائية والصعبة الولوج، هذا مستشفى كامل كيتحرك كيمشي للبوادي وكيمشي كما تواصل الحكومة توسيع العرض الاستشفائي بتعزيز شبكة المستشفيات وتأهيل المستشفيات العمومية وتحسين خدماتها، وبهذا الخصوص سيتم قريبا الشروع في بناء مراكز استشفائية جامعية بكل من أكادير وطنجة والرباط، والقيام بالدراسات المتعلقة بإنجاز مركز استشفائي جامعي بجهة العيون الساقية الحمراء، كما سيتم تشغيل 3 مراكز استشفائية بكل من الصخيرة التمارة وخنيفرة وسلا، وإتمام أشغال إعادة بناء مركزين استشفائيين بكل من القنيطرة والدار البيضاء. وفي مجال السكن، لقد شكل تحسين الولوج إلى السكن اللائق إحدى أولويات السياسة الاجتماعية في بلادنا، خاصة بدأ إطلاق برنامج بدون صفيح سنة 2004، وتسعى الحكومة إلى توفير الظروف المواتية لإنتاج السكن اللائق وتنويع عروض السكن. وقد حقق برنامج بدون صفيح نتائج إيجابية، بالرغم من الإكراهات الكبيرة، واللي دخل هذا القطاع كيعرف باللي هذا واحد البئر لا قعر له، تقرر تقلب تبدل الناس، تعطيهم الأرض تعطيهم الدار، واحد يقول لك أنا خصني الدار لولدي، واحد لبنتي، واحد لأمي، واحد وتأكد باللي داكشي صحيح ولا ماشي صحيح، والناس ديال السلطة وإلى آخره، وانت كتدور. حيث تم إعلان 55 من أصل 85 مدينة وجماعة حضرية بدون صفيح، واستفاد هذا البرنامج منذ انطلاقه 251 ألف أسرة من أصل 380 ألف، وتم هدم تجمعات صفيحية كبرى خصوصا مدينة الدار البيضاء ككريان بشكو والسكويلة وطومة، في حين توجد بعض التجمعات الصفيحية الكبرى في مراحل متقدمة من الهدم ككريان سنترال الحي المحمدي. وفيما يخص الدور المهددة بالانهيار، والحمد لله راه واخا كتوقع بعض المرات راه نقص داك الشيء، لأنه واحد الوقت اتخذنا القرار باش الدور المهددة بالانهيار يخرجوا مالها بأي وجه كان رغما عنهم، ومن بعد لقاو لهم حلول ماشي نخليهم حتى يموتوا عاد وليو كنكيو. حيث تمكنا من حصر الدور السكنية للعائلة للسقوط على صعيد المملكة في 43,734 بناية، منها 21,000 تم التعاقد بشأنها بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليار درهم، فيما البنايات المتبقية هي قيد الدراسة. وقد صادقت الحكومة مؤخرا على قانون خاص يمكن تجاوز الإكراهات التي تطرد التدخل العمومي لفائدة ساكنة هذه الدور، وتعمل الحكومة على تحفيز إنتاج عرض سكني يلائم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث قامت بوضع إطار تحفيزي خاص بسكن الطبقة الوسطى من أجل الولوج إلى سكن ذي جودة وسعر مناسبين، بالإضافة للديور ديال 25 مليون اللي كتعرفوا الدولة كتساهم فيهم 40 ألف درهم، وإن كنا نتساءل واش هذيك 40 ألف درهم دائما كتمشي في الوجه ديالها في كل الحالات، راه كنلقاو بعض المرات شي مسائل ماشي هي هذيك. وإجمالا تم تقليص العجز السكني من 800 ألف وحدة سنة 2012 إلى 500 ألف وحدة سنة 2015، وسيتم بحول الله بلوغ الهدف المحدد في البرنامج الحكومي أي 400 ألف وحدة سكنية خلال 2016، كما يتم العمل على بلوغ وتيرة 170 ألف وحدة كمعدل إنتاج السنوي فوق 2016. سيد رئيس، إن إشكالية التشغيل باتت تعرق الحكومات في مختلف دول العالم، خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية وانحصار نسب النمو، وما زلنا نبذل الجهود لتوفير الظروف المناسبة للتنمية والاستثمار اللذين يشكلان مصدر لإحداث فرص الشغل. قد أطلقت الحكومة مجموعة من المبادرات، منها العمل بالنظام الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل 500 مليون درهم، حتى هذا 10 سنوات هو كيتسنى
500 مليون درهم باش الانسان الا خرج من الخدمه ديالو في القطاع الخاص كيبقى يتخلص 6 شهور في الحد ديال السبيك على الاقل. طبعا انا متفق معكم هذا الشيء ما كافيش وقليل، ولكن حسن من والو يصبح من النهار الاول ما كاين حتى حاجه. ادراج اجراءات جديده في اطار تحسين عبر تحديد مده التدريب في 24 شهر غير قابله للتجديد، وتوفير التغطيه الصحيه للمتدربين. هادو الناس كيمشيو يخدموا في القطاع الخاص، حنا اللي كنخلصوا لهم المصاريف الاجتماعيه ديالهم، تتحملوها الدوله كليا باش نشجعوه الناس باش يخدموا في الاول، وباش الناس اللي كيخدموا حتى هما ما يجيوش داك الشيء ثقيل ويشوفوا ديك الساعات الا كانوا صالحين لبعضياتهم. بحصة المشغلين من التكلفات الاجتماعية لمدة سنة في حالة التشغيل النهائي، وفي المقابل يتعين على المقاولة إدماج ما لا يقل عن 60% من المتدربين الذين استفادوا من التدريب. لاحظنا باللي بعض الشركات بدات كتدخل الناس بعد عامين كتخرجهم، قلنا لهم اللي احتفظ ب 60% عاد نزيدوا. تفعيل برنامج تحفيز، تم التوقيع خلال سنة 2015 على اتفاقية حول إجراء تنفيذ هذا البرنامج لمساعدة المقاولة حديثة النشأة على تشغيل طالب العمل في إطار عقود شغل غير محددة المدة مقابل تحمل الدولة لحصة من رسم التكوين المهني خلال 24 شهرا، وإعفاء الأجراء من الضريبة على الدخل في حدود 5 أجراء. وضع نظام المقاول الذاتي الذي خول له نظام جبائي تحفيزي ومصادر مبسطة لتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي. هذا غادي يبدا يخلص جوكوا بين 1 و2% من الضريبة على كل المداخل ديالو. إطلاق برنامج تأهيل 10,000 من حاملي الإجازة. هذا برنامج درناه باش الحاملين ديال الإجازة ياخذوا واحد التكوين إضافي كيسمح لهم باش يكونوا أقدر على اجتياز المباريات ديال التعليم مثلا، أو يمشيو يشتغلوا في التعليم الخاص. إعادة تأهيل 25,000 شاب في مهن أخرى مطلوبة في السوق، تيخرجوا من الجامعة ما كيعرفوش مزيان الفرنسية، ما كيعرفوش الانفورماتيك، ما كيعرفوش هذه، قلنا نسمحوا لهم باش يتكونوا مقابل واحد المنحة كنعطيو لهم ديال 1000 درهم وكيبقاو من 9 شهور حتى العام وهما كيتكونوا في الجامعات على هاد المسائل اللي كيحتاجوا لها عمليا. وعلى صعيد آخر، قامت الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ب 10% على سنتين من خلال حوار وطني لم يكن معلقا الأخ الكريم. معلقا على الاقل واحد 10 ولا 15 الاجتماع اللي درت انا والنقابات بما فيها نقابتكم والتي راسها استاذي، ورفع الحد الادنى ورفعه بالوظيفه العموميه الى 3000 درهم، ما بقى حتى موظف كياخذ اقل من 3000 درهم، ورفع الحد الادنى للمعاشات الى 1000 درهم لمتقاعدي الارساير، وتمكين الاجراءات وتمكين الاجراء الذين لم يستوفوا شرط 3240 يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا من اللي جا الضمان الاجتماعي هو مشكل، تاجت الحكومه ديال عبد الله بن كيران وحلينا هذا الشيء استجابه للطلب ديال النقابه الاتحاد المغربي للشغل العتيده. كتعرفوا القصه. كما أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المستقلين، الأطباء والمحامين والحرفيين وغير وسائق السيارات الأجرة إلى آخره، وسيتم عرضه على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع المقبلة. وهذا راه من لي كرو دوسيي. ولتحسين حكامة سوق الشغل، صبت الجهود بالخصوص على إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل في أفق 2025. وفي هذا الإطار تم عقد برنامج مع الوكالة الوطنية لإنعاش تشغيل الكفاءات للفترة 2016-2020 يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 455,000 باحث عن الشغل، وإدماج 120,000 من حاملي الشهادة في سوق الشغل، ومواكبة 10,000 حامل مشروع في إطار التشغيل الذاتي خلال نفس الفترة. وهذه الأرقام هما داروها بناء على التجارب ديالهم في هذا العمل. أما على المستوى التشريعي فإن الحكومة أخرجت مجموعة من النصوص في إطار تنزيل مدونة الشغل وتوفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين وتعكيف على إعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإصلاح صناديق التقاعد. وراه وخرنا هذا القانون لأنه راه حتى حاجة ما سهلة. شحال هذه وكيتسنى هذا القانون ديال الإضراب. سيد الرئيس، لا يخفى عليكم أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في 18 مايو 2005 تستند على مقاربة جديدة للتنمية البشرية
وفق منهج تضامني يروم محاربة الفقر والهشاشة والإقصار الاجتماعي. وقد واصلت الحكومة تفعيل هذه المبادرة بميزانية قدرها 17 مليار درهم ببرامجها الأربعة بين 2011 و2015، بالإضافة إلى البرنامج الخامس والجديد الذي هو التأهيل الترابي لفائدة ساكنة المناطق التي تعاني من العزلة. ومما ميز الشرط الثاني من المبادرة ما يلي: توسيع تغطيتها لتشمل 701 هذه غير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقابل 400، ولكن حتى هي كتقوم عليها الحكومة 403 في المرحلة الأولى، استهداف 530 حيا حضريا مقابل 264 قبل، إطلاق برنامج تأهيل المجال الترابي لفائدة مليون شخص يقطنون ب 3300 دوار معزول تابع ل 22 إقليم. وبخصوص برنامج التأهيل الترابي والذي خصص له 4.3 مليار درهم، فقد سجل منذ انطلاقته سنة 2011 إلى نهاية سنة 2014 ما يلي: بناء 90 مسكن للطاقم الطبي، وافتتاح 39 مركزا صحيا، واقتناء 44 سيارة إسعاف، وتشييد 1896 سكن وظيفي لمدرسي التربية الوطنية، وتشييد 1071 كيلومتر من الطرق والمسالك وكهرباء 2248 دوار، وتزويد 121 دوار بالمياه الصالحة للشرب، وكذا إحداث 400 نقطة ماء. أما فيما يخص تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر، فقد تم كما تعلمون إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي في إطار قانون المالية لسنة 2012، حيث يمول النفقات المتعلقة بالمساهمة في نظام المساعدة الطبية ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. وقد تم توسيع قاعدة المستفيدين منه وأضيف إليهم الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة. طبعا ماشي كلهم توصلوا، ولكن راه داكشي غادي، راه في الأول توصلت 10500، دابا قالوا لي 40000، والمجموع اللي كاين حوالي بين 60 و70000. كما سيتم إطلاق برنامج جديد لفائدة العالم القروي والمناطق الجبلية تفعيلا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش سنة 2015 بهدف سد الخصائص المسجل في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بغلاف مالي قدره 51 مليار درهم لإنجاز 20800 مشروع لفائدة 12 مليون مواطن يقطنون 24290 دوار. هذه فيها طرقات، فيها مستشفيات، فيها مدارس، فيها آبار، فيها تحسين السكن إلى آخره. كما وضعت الحكومة خطة إكرام 2013-2016 كإطار لتحقيق التقائية مختلف المبادرات في مجال تعزيز المساواة بين المواطنات والمواطنين، واعتمدت خلال الأسابيع الأخيرة السياسة العامة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. إن هدفنا جميعا حضرات السيدات والسادة هو تحقيق الرفاه الاجتماعي اللائق للمواطن وتمكينه من خدمات اجتماعية ذات جودة وتيسير سبل الاستفادة منها، إلا أن هذا الطموح تواجه إكراهات مختلفة. لذلك فإن هناك شعور في بعض الأحيان بأن المجهودات المبذولة على أهميتها لا يصل تأثيرها إلى الحياة اليومية للمواطن. غالب الله كيظهر لي السياسيين خصهم يبداو يقولوا يا ودي هاش كاين وراه هادشي مزيان باش يدخل شويه ديال الامل للقلب ديال المواطن، وان راه باقي ما كملناش، راه باقي لانه عندنا واحد الشعور باللي ما تنديروا والو. ايوا كيف ما يمكنش، ما عرفتش هادشي واش غير في هاد البلاد ولا محدودية الموارد، ولكن أيضا وبالخصوص نتيجة ضعف الحكامة وهما ينقص من فعالية ومردودية مجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي. هذه مشكلة حقيقية، لأنه تقدر تكون الأطباء اللي بغيتي وتصيفط المدرسين اللي بغيتي وتصيفط المعلمين اللي بغيتي وتبني المدارس اللي بغيتي، ولكن السؤال اللي مطروح علينا دابا كيفاش هاد المؤسسات وهاد الأشخاص يبقاو كيخدموا الدور ديالهم بحال النهار الأول، وتبني المراحيض في المدارس وتدوز عليهم واحد المده الا ما كانش العنايه الدقيقه من المسؤولين هذوك المراحيض خاصك تجيب التراكس وتطيح وخاصك تعاود ثاني باش تبنيهم، وهكذا. هذا مشكل حقيقي، والواقع ان ثمه مجالات للمبادره على مستوى تحسين حكمه القطاعات الاجتماعيه من هندسه السياسات الاجتماعيه وعقلانيه تدبير الموارد وتحسين التنسيق والتقييم وضمان التقائيه السياسات العموميه ذات الطابع الاجتماعي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمضي قدما في تنزيل الإصلاحات الكبرى في هذه القطاعات.
كما أن تحسين السياسة الاجتماعية يرتبط بتحقيق تنمية اقتصادية أكبر عبر تشجيع الاستثمار والمقاولة. لذلك فإن الحكومة تعمل على مختلف هذه المستويات لرفع تحدي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية متوازنة ومستدامة وتدارك العجل الاجتماعي. والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.